اليوم عندي واحد توتوريال ماكياج ديال على الموديل عبير براني اللي غتكون بيان سور بالبصمه ديالها واحد المصممه مغربيه اللي دارت واحد لاماخ ديالها سكالي بوتي اللي جد فرحان يعني انك تكون تلقى مغربيه عايشه في الخليج كتدخل البلاد تستثمر يعني الحمد لله يعني هذا فحده ترى مغاربه راه غادي مزيان وعلاش لا جينا الحاضرين وجينا نشجعوا لاماخ وحنا نعاونوا معاهم. الصراحه كان التعامل غزال يعني اللي قلت شي جلسي دوري وجهك دوري وجهك انا كنهضر مغربيه وهي كتفهم جاتني بحال شي فيلم مكسيكي تنقولها دوري كدير هكا بحال كتفهم المغربيه. المهم الحمد لله ضحكنا نشطنا هذا كان شويه التعامل القاصح ديال المانجر اللي كان مع الصحافه كان شويه قبيح مي هي طيبه خلوقه ظريفه صراحة الله. لا شوفي لا دخلتي لاباج شوفي دخلتي يقول نفس الماكياج على الناس كاملين هي غيره وحقد وحسد. الا دخلتي لاباج ديالك كتشوفي كل حدا كنعطي على الجماليه ديالها مايمكنش انا ندير التكحيله نكحل العين ديال الان باش نبينها واعره حيت كاين اللي عينها صغار كاين اللي عينها كبار كاين اللي ما كيجيهاش الشرطه فوق العين كاين اللي ما كيجيهاش الكحل وسط العين كاين اللي ما كيجيهاش البيج وسط العين حيت العيون ماشي بحال واش انا تندلك السقلي والبريوم المدنع باش نبان راه غيرت. سمحي لي انا لا بلوبار ديال عرايساتي سواء طبقات عالية سواء طبقات عادية كنلعب على البساطة وما أحلى البساطة. إن شاء الله كاين واحد السيد اللي جاني لابيل ديالو الميساج ديالو اللي مبطور عليه واحد الرجل قال لك أنا ما بغيت والو أنا بغيت جوست رجل باش نخرج نخدم وإن شاء الله بزاف الفنانة اللي تضامنوا منه عيد على ديال الميلودي من أنا فنان آخرين وكذلك الكفرة مسيس حتى هي قالت لك أنا معاكم وأنا بيان سيغ معاه وماشي أنا هذه المبادرة ديال الأخرى يعني أنا قلت لك كما قلت لكم كل شهرين غتكون مبادرة حيت المبادرة الإنسانية هي خصها تكون على المدى الطويل ماشي غتكون على المدى بوغ لو بوز كما تيقولوا مانيت بوغ لو بوز يعني حنا مبادره انسانيه خص الانسان يكون فيه الخير خص الانسان يكون ديجا قلبه ابيض يحب الخير ماشي الخير باش ندير الهيلالا الخير هو انك تكون على مدى البعيد وتكون انت اصلا ود الخير باش يكون الخير. اليوم كما شفتوا فرحانه بالتواجد ديالي هنايا انا اليوم كنت كموديل لا مارك سكالي اللي هي ماركه ديال الماكياج اللي دايرها مصممه اللي هي اسماء سكالي اللي تحولت من عالم الازياء لعالم الماكياج فكنتمنى لها التوفيق وتبارك الله عليها الماكياج ديال البراند ديالها زوين بزاف فكنتمنى لها التوفيق. واليوم اللي ماكيا لي هو الاخ وصديق جواد قنانه اللي كنحماق عليه وفديتو انا كنتمنى له حتى هو التوفيق وتبارك الله عليه يعني شحال ما شكرت في الميك اب ديالو يعني ما نقدرش يعني نشكر لا ما كاينش مشروع مسلسل هو كانوا اقترحوا عليا جوج ديال المرات انني نكون يعني في جوج ديال المسلسلات بعدا مي ما كملناش في المشروع دونك ما كاين والو في هذه الساعه نهار يكسب باقي ما كاين والو ان شاء الله زواج قسمه ونصيب نهار غيكسب غنشاركها معكم. تبارك الله عليكم بعدا تبارك الله على شوف تي في تبارك الله عليك انت يا عزيزه عليا بزاف واخا ما كنعرفكش شخصيا وشكرا لكاع الناس اللي كيدعموني واللي كيشجعوني كنحماق عليكم. مرحبا بكم ونهار كبير هذا في هذا الحفل التجمع اللي شرفتونا في هذا الايفنت هادي وانا كل فخر انه الصحافه موجوده وهالشيء كيشرفني. عبير براني طبعا لانه غنيه على التعريف وهي وجه من الوجوه الاعلاميه اللي معروفه عند الشعب المغربي طبعا وانا كيشرفني ان تكون يعني من الوجوه الاعلاميه اللي كتمثل لاين سكالي بيوتي ميك اب. طبعا انا اخترت طبعا جواد قنانه لانه فنان في مجال التجميل اللي هو الميك اب ارتست كيف كيقولوا لانه هو اللي غادي يقدر يطبق المستحضر ديال سكالي بيوتي على الوجه اللي هو الوجه الجميل تبع عبير براني وحبيت انه يكون واحد كيف كيقولوا واحد تيم يعني تعاون ما بين جواد قنانه بمستحضرات جميل سكالي بيوتي والوجه الاعلاني هو عبير براني. طبعا بدايتي كانت اول شيء في يعني كانت البدايه كتصاميم كلها كانت تصاميم كنطبقها لي شخصيا
ومن بعد نالت الإعجاب ديال صحباتي ديال المقربين اللي كلهم كيكونوا كنكون في شي عشاء ولا كنكونوا في شي بلاصة كيعيطوا لي ولا هذا كيقولوا لي عجبتنا العباية ديالك واش قدري تصوبي لنا واش قدري تصممي لينا. فكنت وقتها يعني مازال ما بديش كنت كنقول لهم نهار اللي غادي نقرر نبتدي المشوار غادي نصمم لكم. وطبعا شجعوني بزاف وحاولت اول هذا ابتديت اول كولكشن هو كولكشن سيجنتشر اللي هو هالكولكشن لقى اعجاب وصدى كبير اول ما طلقت الكولكشن اللي هو كولكشن البشت. فانشهرت اول شيء بالبشت طبعا وكانت هذه انطلاقتي وقدرت نحقق نجاح في خلال تقريبا مده سنتين. قمت بعروض ازياء عالميه اللي هي كانت بدار الموضه في دار الموضه بباريس. كنت بعد موجوده على ارض كان فيلم فيستيفال اللي كي ديما كيتعرض بكان. شاركت بلوس انجلوس بالجولدن جلوب اللي كان حفل تكريم ستار هوليود بلوس انجلوس. بعد شاركت بعروض ازياء ثانيه اللي هي بنيويورك بلندن. وطبعا غير العروض الازياء اللي كانت تقام بتنظيم من هيئه السياحه عندنا بقطر. والحمد لله كان اخر عرض ازياء اللي كان موجود اطلقت فيه مجموعه الشموخ مجموعه كولكشن الشموخ هاي اخر كولكشن لي. وكان هالكولكشن يعني كان الايحاء ديالو استوحيته من التوينتيز اللي هو قصه كيف كيقولوا الكوت اللي هو الكوت الجاكيت يعني عباية جاكيت. ودخلت فيها طبعا لمسات كيف كيقولوا غربية عربية شرقية عشان تكون تناسب جميع المناسبات وتناسب المرأة العربية والمرأة الغربية وعلى المستوى يعني على المستوى العالم يعني كل واحدة تقدر تلبس هالعباية. يعني الحمد لله أنا غادي نكون دائما عند حسن ظن كل مرأة مغربية ونتمنى نكون قدوة وكنمثلوا المرأة المغربية في كل مكان في العالم ونعطيو النظرة اللي تناسبنا وتناسب المجتمع ديالنا. وأنا جد فخورة أني أنا وصلت لهذا المستوى هذا الحمد لله.